وعم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقى اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صح الحاجة خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش من الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي. بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك اخويا. ده محروس اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب؟ ام صباح عاملة ايه؟ الحمد لله. دي اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركة. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جداد. بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعة قوي. انت عرفت ايه؟ حشرة بينسون. ولعي لي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسلية انتي. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي اتكسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب 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 ايه اللي حصل زينب؟ باينني اغمى عليا. قومني قومني يا محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي معايا على مهلك يا زينب. حازم الازاز على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيبني من اوله بقى. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت هشام ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت لسه تبرع عيب. ما تولع الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسة؟ انا كويسة والله، عشان خاطري اخرج. استر يا رب. انا غلطت. مش ينفع اقتل الواد اللي كان خاطبها ده. انا يا رب البيل اللي اختصت في قعره ده. هو الكاس طلب معاك نكد ولا ايه؟
في ايه يا عم اللي فكرك بالكلام ده؟ ما تخلينا في الحلم اللي احنا فيها. هو صاحبك سابنا اساسا وراح فين؟ اختك هي السبب عشان اتجوزتها فهي سابتني وطفشت. اهو احنا اللي اتنيلنا بنيله. عسلية هي اللي نفدت. يا ترى لو قابلت عسلية هتعاون معاها ازاي؟ يا خدتك يا راشد. بتفكر في ايه دلوقتي يا اخويا؟ فكر في نفسك. بتفكر في عسلية؟ طب عليا النعمة، انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك. يا ريت احسن. الحياة ما تلذش قوي يعني. تعرف يا فتون؟ ايه يا اخويا؟ انا عمري ما اتمنيت حاجه بجد وحصلت. اه عارفه. تلاقيك يا اخويا كان عليك ندر وانت صغير وما وفيتوش. والنبي انت ما عندكش دم. مساء الفل عليكم. انت اتاخرت ليه يا اخويا؟ اه معلش اتاخرت حبتين، كنت بجيب لك هديه يا رب تعجبك. هديه؟ اه هي مش موضه قوي بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض. حلوه يا اخويا. ايه رايك؟ حلوة. يا قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا بينوا احضروا بينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية، انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا. والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا. يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم. بارك الله فيكم. مين؟ ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لاذوك. تعالى هنا صلاح. ابعد ابعد لاذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف. يا لطيف اللطف اكتب بينا في مكرمك. يا لطيف اللطف اكتب بينا في مكرمك يوم قدير. يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف. يعني انت يا انس